عليكم. خلفي سعيدة، زدت في 1977 ومرضت في 1991. تصبت بهذا المرض ديال الميوباتيا، ما عندوش العلاج، وكان الوالد الله يرحمه هو المعيل الوحيد للأسرة. كان تعالجه ولكن ما كانش العلاج ديال هذا المرض، ما وصلوش ليه الأطباء. دابا يلا عرفوا لي السميه ديالو، ولكن مازال ما عرفوش العلاج. العلاج ديالو دابا حاليا هو الترويض طول الحياه. كنت ديروا الترويض كلشي في مركز خاص ولا كديروا الترويض يعني انا ورحمه اختي اللي عندنا حاله خاصه، جلسنا بزاف عواجلنا رجلينا، كنديروا في مركز النور. حنا الحاله ديالنا ضعيفه كاملين، ما عندنا شي حاجه ديال الدوله كنستافدوا منها ولا هذا. والوالده عيات معنا، المصروف كيجيبو حسينين الله يجازيهم بخير. المصاريف كثيره زعما ديال الطاكسي بزاف، 200 درهم كل جمعه كتجينا شويه صعيبه، والبنات في برشيد تيديهم طاكسي صغير. كاين شي واحد من المسؤولين من المدينه ولا لا؟ ما حتى شي واحد. طلبتهم على سياره الاسعاف وما حتى واحد ما قبل لي. الاسم ديالي زينب، عندي مرض العضلات الميوباتي، خصنا الترويض طول الحياه، يعني ما عندوش العلاج لحد الساعه، ما لقاوش لي الاطباء العلاج، يعني بغينا الترويض باش ما نجلسوش بحال سعيده ورحمه. حاليا انا وهين كنتمشيو شويه، يعني شويه كنلقاو صعوبه في الدروج، يعني شحال من حاجه كنلقاو فيها صعوبه، ولكن الحمد لله. يعني ملي مرضنا على 13 عام 13 سنه ما يعني ما كملناش حتى شي حاجه، جلسنا ما كنلقاو صعوبه بزاف في الحوايج في الدروج، يعني في المشيه كنتمشيو غير بشويه، يعني ضريت تكون معانا الوالده، يعني ما قدرتش نخرج بوحدنا. عرفنا اش وليدي تجيب، جات بنتي الاولى عاد وليدي بان في هذا المرض هاد سعيده، ايوا شويه وليدي عاد مرضت الدري رحمه، عاد مرضت هادي، عاد مرضت هادي، الحمد ما عرفناش وليدي، ما درنا تحاليل، ما درنا وليدي حتى حاجه. ايوا شو كيصرف عليكم دابا؟ واحد الدري وليدي خدامه علينا، حتى الدرجة وليدي خدامة علينا، عاد شي فواسة هي اللي عاتقانا والله. إيوا بحال كل جا شي محسن ولا جا شي حد وليدي راه وهذا وليدي، الحمد لله على قدر الله علينا. محاكا وليدي الوقت، محاكا وليدي الوقت. إيوا اش غنقول وليدي لا بغاو يعاونونا باش سخاهم الله، مرحبا ما بغاهم مشي الله يعطفهم وليدي، ما عندي ما نقول أنا اش غنقول. الحمد لله وليدي، الحمد لله على قدر الله، الله يلطف بينا وليدي، الله يلطف بينا وليدي، الحمد لله. انا عيت كنا باقا صحيحه رانا شويه، ولا كان وليدي دابا عيت الحمد لله. أولا انا خدام مع الفلاحه، ما كاين حتى حاجه وليدي، ما كاين والو. دريت لتا حاجه؟ لا والو، اللي في كل دريت بعدا بنادم يخلص على الماء والضوء ويخلصوا بعدا. ملي جاب هاد السكوينان صيب بنادم معقود عليه، ما عندناش وليدي. الدريه اللي خدامه علينا، الحمد لله وليدي. الله يرحم والديكم وليدي، الله يرحم والديكم. كنقرا، كنت صحيحه كنقرا، وما مرضت حتى ل 96 عاد باش مرضت، وما اكتشفوا هذا المرض حتى 2007، وما جلست حتى 2004 عاد باش وليت في كرسي متحرك. يعني كيفاش كتشوف من بلاصتك؟ عادي، كنا كنتمشاو عادي. مشكل عادي دابا صافي وليت في كرسي متحرك، ما بقيتش كنوقف. الحاله الاجتماعيه كي دايره؟ الحاله ضعيفه بزاف، المعيل الواحد كان بالله يرحمه دابا ولات اختي في بلاصتو، وبعد المحسنين كيساعدو. دابا كنضطر نجيب لهم ديالكم ولا كريم ولا شنو؟ لا، شرا لينا واحد المحسن.